الحقيقه راينا هو اللي احنا بنعمله دلوقتي. نعم. شعب واحد لا يميز بين اي طوائف فيه، حتى من يخطئ في حقنا فنحن نتحمله لانه من نفس الشعب، ولكن نريد ان ننظر الى المستقبل دائما وان نعالج مثل هذه الحماقات بالعمل على الارض. فهي القضية هذا ليس خارجا عن الموضوع، بل نحن في الموضوع. هل نريد أن نتعاون على عمارة الأرض أو نريد أن نتعاون على تدمير الأرض؟ وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. شكرا لك.